اتوقع باين، بس ادري انه مو باين برضو. هام لمن يحب البا ما جت عادله هنا، الغناء ما جبت عادل هنا، رجعت كتبتها مره ثانيه هنا، بس انه ما راح تشوفونها عادل. هام لمن يحب الغناء. المهم صح، سبتمبر، نهاية سبتمبر عندنا الحين بدأ يطيح الثلج، أصلا ما متوقعينهم، كان في أكتوبر بس إنه ودي أقدم فبدأ ننزل. المهم السلام عليكم، يعني فيكم في فيديو ما له شغل في التغنية، والدليل الناس ما باين وجهي من الإضاءة. الفيديو بتكلم فيه عن شيء كنت أتمناه من زمان، أتوقع تكلمت فيه قبل 4 شهور أو 5 شهور، اللي يتذكر القناة ذيك الفترة ذكرنا تكلمت فيه، لكن بذاك الوقت ما كان هدفي القوي بالشيء. ليش؟ لأنه في تلك الفترة عارف إن الغناء توه أصلاً توه قاعدة تبدأ، فصعبة على اللي كانوا أصلاً متابعين الغناء. لكن في ذلك الوقت أتوقع إن يعني أحمد الغناء عائلة أحمد أتوقع إنه وصلت لمستوى إنه نقدر نسوي ذا الشيء، وإن شاء الله نقدر نسوي الهدف اللي نبي نوصل له إن شاء الله. إن شاء الله أنا كنت حاط في بالي بداية خلال أسبوعين، لكن صعبة، وإن شاء الله نقدر نسويها. لكن ودي الودي إنه ما يجي أكتوبر اللي هو الشهر الجاي، يعني على نهايته إلا نخش 10,000. طبعًا تونا إحنا بال5,000، أوكي، فكل شخص يشوف ذا الفيديو يقدر ينشر المقطع، ينشر الدعم، يعني خلي الأشخاص اللي حوله يسوون اشتراك للقناة، لأن أنا الهدف حقي 10,000. ليش؟ لأن الهدف حقي إنه يفتحون لي ستوري في اليوتيوب. إذا فتحوا لي ستوري في اليوتيوب يكون أقدر أصور لكم أشياء ما لها داعي إني أسوي فيديو. يعني في أشياء أصلاً أنا ما أسويها أو ما أصورها لأني ما أقدر أسوي لها فيديو. يعني لو إني كيف أفهمك؟ مثلاً ماشي وكنت بتكلم عن شيء ما يحتاج إني أرفع فيديو أسوي صورة عشان أرفعه، حين أقول خلاص ما يحتاج أسوي أصلاً. احيانا رايح محل شفت شيء تغني ما اقدر اسوي له فيديو هناك ولا اقدر اشتري احيانا، فاقول خلاص خلي ولي ليش اتعب نفسي واسوي فيديو حق شيء، فاقدر افتح واسوي لكم ستوري في نفس اليوتيوب وخلاص، ولا اتكلم معاكم انه بعد شوي بينزل فيديو، ما يحتاج تشوفوني كل شوي بوست احط لكم، اقدر احط لكم فيديو يعني ستوري. في سناب شات ما اقدر اسوي ذي الشيء. ليش؟ لان في اشخاص في سناب شات ضايفيني ما لهم شغل في التغنية أو ما لهم شغل في الأشياء اللي أسويها أنا جالس، أو برضو في أشخاص شوف الإضاءة كلش، في أشخاص أو الكواليتي، في أشخاص ما يعرفون أصلا عربي. يعني عندي أشخاص ما يعني صعب إني أحيانا لو اللي ضيفني في سناب شات يشوفني أحيانا أحط كلام بالإنجليزي، أحيانا أحط مقطع أو صورة بدون أصلا أي كلام، لأنه يعني ما أدري كيف، يعني الشخص ضيفني ما يفهم لغتي، ليش أحط بالعربي؟ فهذا المشكلة. أما في الغناء يعني في نفس اليوتيوب بيكون أفضل بكثير إني أقدر أتكلم براحتي بالعربي، أوريكم أشياء عندي في الشقة، مثلاً عندي كفرات بسوي، عندي كفرات أبسوي لهم فيديو لي يمكن 2 أسبوع، إلى الآن ما سويت لهم فيديو. كفرات الآيفون عاجبيني، يعني لو إن عندي ستوري كان من زمان سويت لهم. فكرت نفسي يلي ثلجت والشاشة ضببت حتى الكاميرا، ففي أشياء أنا عارف إنه راح يفتح لنا المجال أكبر حتى بالغناء، فيديوهات أقدر أكلمكم عن مواضيع، أقدر أصور لكم أشياء، يعني ما يحتاج أصور بسناب شات، يعني مثلاً أصور لكم ثلج الأشياء، أصور أحيانا ما أصور. ليش؟ لأن أصور ثلج شو الأمريكي ليش فيه أصور ثلج، يعني طيب ليش؟ فهمتوا كيف انت؟ فإن شاء الله كل شخص يشوف ذا الفيديو، كل شخص محب للغناء يدعم بنشر المقطع في الواتساب في سناب شات، في يمسك جوال أصدقاء اللي لما يسوي اشتراك، اللي يحبون التغنية طبعا لا يسوي اشتراك حق واحد عل على قلبنا يخش بس ويسب. ففهمتوها انتم؟ بس أتمنى يعني نوصل الهدف حقنا 10,000، يفتحون ستوري عندنا ونبدأ مرحلة جديدة. أقدر أكلمكم عن الفيديوهات اللي عندي، أقدر أكلمكم مثلا أخليكم يعني
تختارون الفيديو نسوي ذا الفيديو لو بنسوي ذا الفيديو وش ودكم وجي التعليقات فحركة حلوة يصير في نشط في نفس القناة أفضل من أقول لكم روحوا في سناب شات واشتركوا وكذا في نفس القناة كل شيء منها وفيها يعني يكون بس جديد ثلجت درجة الحرارة الحين صار بخامسة تقريبا وتوه سبتمبر يعني الله يكون في العون في ديسمبر يعني. اللي بيقول إنه الحين صار بخمسة الحين الساعة 10 الليل توصل على درجة حرارة عندنا تقريبا قبل سنة أنزل درجة حرارة شعلة سالب 25 26 وصلت كذا يعني في السالب بس ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة وأتمنى يعني أن نوصل حق ذا الشيء ونشر المقطع ومن لايك المقطع والاشتراك كل شخص يشوف الفيديو اشتراك والسلام عليكم في الجوال أنا مرة نسيتها في السيارة طلعت لي العلامة أن نزل حرارته مرتفع نزل حرارته لا حرارته نازل الجهاز يبيك ترفعها انك تحطه مكان دافئ عكس اللي بالسعودية وفي دول الخليج انه يقول لك الجهاز حار لازم تبرد احنا لا الجهاز بارد لازم تسخنه السلام عليكم سوالفي كثير خلنا نرجع الشقة باي